ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، تصريحات رئيس الوزراء اليوم يعني شملت ملفات في غاية الأهمية، من أبرزها الحماية الاجتماعية ودعم الصناعة. قراءتك لهذه التصريحات؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا النهاردة دولة رئيس الوزراء قام بعدد كبير جدا من التوضيحات لما يشغل الرأي العام المصري. دولة رئيس الوزراء النهاردة بعد جولة كبيرة جدا في عدد من المصانع بيؤكد حرص الحكومة على كيفية تنفيذ متطلبات القطاع الخاص والمراجعة الدقيقة منه بنفسه بشخصه، أن يكون يعني كما تحدث من قبل أن هو بيكون فاتح أبواب الاستثمار على مصراعيه بتنفيذات وتوجيهات من فخامة الرئيس. النهاردة شفنا الجولة فعلا، ثم بعد ذلك المؤتمر الصحفي اللي هو تحدث فيه محادثة فعلا في غاية الأهمية لعدد من الموضوعات، منها الحماية الاجتماعية، وقد إيه تحدث بصراحة دولة رئيس الوزراء إن مظلة الحماية الاجتماعية اللي هي بتكلف الموازنة النهاردة أكثر من 530 مليار جنيه في الموازنة اللي هي 23-24 يعني العام القادم، ده بتؤثر على الأوضاع الاستثمارية، يعني اللي هو المستقطعات المالية دي اللي بتضافها للحماية الاجتماعية بتأثر على الاستثمارات، ولكن الدولة بتركز على هذا الأمر نظرا للتداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم وحرص السيد الرئيس على قد إيه يكون يحفظ المجتمع والأسر المصرية من الارتفاع الكبير جدا في مؤشرات التضخم، وأيضا يقدم ما مستطاع من الموازنة العامة للدولة ليكون دعم للأسر. ده جانب. الجانب الآخر تحدث عن شق هام جدا في الأوضاع الاقتصادية، الملفات الاقتصادية، ازاي النهارده يكون في اقرار لمرحله يعني تعتبر السادسه في دعم الصادرات، وايضا كيفيه دعم المزارع المصري، وده شق او قطاع او قضيه في غايه الاهميه لتوجيه الاقتصاد للزراعه وايضا المحاصيل الاستراتيجيه. تكلم كمان ايضا ان هو بيتابع بنفسه وهيترأس لجنه يعني الرخصه الذهبيه خلال الاسبوع الحالي للموافقه على عدد كبير جدا. توضح كمان دوله رئيس الوزراء بشرح ان هو هيكون تاثير المده في الموافقات ما بين الاجهزه كلها من طبعا من شهور لاسبوع، وهذا في غايه الاهميه كلها للمصنعين. ده يعني تحدث النهارده دوله رئيس الوزراء بالامانه حديث في غايه الاهميه اعتقد للجانب الاقتصادي. طب هناك ايضا حديث يعني حديث اخر له عما اثير بشان برامج الطروحات، مدى قدرة الدولة على سداد التزاماتها، إلى أي مدى بيسهم تفنيد الشائعات بشكل يعني متواصل في إعطاء الصورة الصحيحة للمشهد المصري؟ بكل تأكيد، أولا دولة رئيس الوزراء النهاردة توقف في نقطتين في غاية الأهمية. واحد، محاربة الشائعات، وإن الحكومة لن تتخاذل عن يعني الاستراتيجية والهدف الأساسي اللي وضعته منذ يعني تبني برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي. والجانب الآخر إن هو فسر إن البرنامج ده ليه زي ما تحدث ووعد خلال الفترة الماضية إن هو هيكون شغال من اعتبارا من بداية العام 23 حتى الربع الأول لعام 24، وحتى ذكر إن الحكومة والقوات المسلحة بقطاعاتها الاستثمارية هتطرح 10 شركات في يعني في الاستثمار والاقتراحات. وان هو فعلا ان الصندوق السيادي المصري بينتهج نهج للاسراع في عمليه التنفيذ لبعض من الاقتراحات، وايضا البنك المركزي بصفته هو الذي يولي يعني المراجعه ما بين الجهاز المصرفي في عدد من البنوك بيتم طرحها او المفاوضات عليها ومناقشتها. فعلا فخامه دوله رئيس الوزراء قال بان فخامه الرئيس مراجع دايما ويعني متابع دايما لبرنامج الاصلاح الاقتصادي للوفاء بعهودنا، وان مصر لن تتخلف عن سداد اي اقساط. وذكر دوله رئيس الوزراء كمان الاشاعات حوالين بعض من الاقاويل في التصنيف الائتماني لمصر والتقارير وكيفيه مراجعتها. واعتقد ده يا فندم هو الشغل الشاغل ما بين المجتمع المصري وايضا ما بين الخبراء الاقتصاديين، الحكومه ملتزمه ولا لا، او ان في منهجيه بالتأكيد فعلا احنا ماشيين فيها ولا لا. نعم بالتاكيد. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.